تسعى دولة الكويت إلى تعزيز التعاون الثنائي مع جمهورية السودان في المجالين الصناعي والاقتصادي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لزيادة التكامل العربي والأفريقي. مرحلة جديدة من مراحل التعاون الاقتصادي والصناعي بين السودان ودولة الكويت تفعيلا لاتفاقية التعاون التي وقعت مؤخرا بين حكومة البلدين، وتهدف إلى التعاون وتبادل الخبرات والتدريب في المجال الصناعي. حكومة الكويت قد أجازت هذه المذكرة أن تفتح الباب بصورة كبيرة للاستثمارات الكويتية في السودان وتعاون في المجالات المنشآت الصناعية في المستقبل إن شاء الله. هذه المذكرة سوف يبدأ فيها عمل تنفيذي والاتفاق على برنامج تنفيذي للمذكرة خلال الفترة القادمة. وتحاول دولة الكويت من خلال هذه الاتفاقية توسيع نطاق التعاون وتعزيز التكامل العربي والأفريقي، ترجمة لمخرجات القمة العربية والأفريقية التي استضافتها مؤخرا. والسودان يعد من البلدان التي تتمتع بثروات طبيعية مقدرة. أنبه إلى أهمية مثل هذه الاتفاقية لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين الشقيقين وتفعيل التعاون والتنسيق في المجالات الصناعية والاستثمارية والتجارية. تعاون يراه خبراء اقتصاديون بأنه دعم لتنمية البلدين وزيادة لحجم التبادل التجاري بينهما. بالتأكيد توقيع مذكرة التفاهم للتعاون المشترك والاقتصادي يضيف كثير جدا للدولتين للكويت والسودان، خاصة أن دولة الكويت لديها كثير من الفوائد في الصناديق السيادية ولديها إسهامات كثيرة في الاستثمار في السودان، سواء كان استثمار أو تمويل مشروعات أو حتى منح إنشاء مشروعات على سبيل المنح وغيرها من الأشياء. وتنظر دولة الكويت إلى اتفاقية التعاون من حيث ما يتمتع به السودان من موارد وإمكانيات في المجالين الزراعي والصناعي، بجانب كونها من أوائل الدول العربية والأفريقية التي استثمرت وساهمت في مشاريع البنى التحتية في السودان. تعاون جديد تشهده الأيام المقبلة بين السودان ودولة الكويت في المجال الصناعي والاقتصادي، تعاون يعول عليه السودان في الاستفادة من التجارب والخبرات الكويتية. بدر الدين خلف الله، تلفزيون دولة الكويت، الخرطوم.